في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمسرح الذي يوافق 14 من شهر مايو من كل سنة، تحتفل جمعية مسرح الإمتاع للثقافة والموسيقى بهذا اليوم الفني الثقافي. في هذا الإطار نظمت الجمعية ندوة وطنية فكرية تحت عنوان المسرح بين المذاهب والمدارس الكبرى والتطلعات الآنية. شارك في هذه الأمسية ثلة من الأساتذة الأجلاء: الدكتور محمد أبخوش، الأستاذ حميد التشيش، الأستاذ حمد جاهد، الأستاذ أبطاني عبد اللطيف، وعبد ربه رئيس الجمعية. كان المحور هو تناول المسرح من حيث الجذور، مرورا بمراحل متعددة حيث التلاقح الفني المسرحي وحيث الامتدادات. كل من الأساتذة الأجلاء ربط محوره بالآخر، وكلنا وضعنا أرضية تخص الشباب بالدرجة الأولى، تخص الذين يحاولون ويضعون الخطوات الأولى في هذا الحقل المسرحي. نحاول أن نرسخ ثقافة المعرفة، نحاول أن نخصص الفن المبني على الجذور الأصيلة، نحاول أن تكون الأرضية صلبة لكل من يمارس المسرح. لا يفوتني أن أقول بأن المسرح في المغرب يعيش أوضاعا متغيرة، أوضاعا ملتبسة، فقد تجد أعمالا جيدة تمثل الوطن الجميل في دول أخرى وتفوز، وقد تجد أعمالا متوسطة، وقد تجد أعمالا لا تصل إلى المستوى. يبقى السبب الأساسي والرئيسي هو ثقافة الفنان المسرحي المغربي. أسماء رائعة في هذا الوطن الجميل، هناك دكاترة يمثلون المسرح المغربي على مستوى وطني دولي عربي ودولي، وهناك من هم فنانون بالفطرة والموهبة ومن يطلق عليهم بصناع الفرجة، هناك من حباهم الله بموهبة فنية يطورون هذا الحقل. ولكن على المستوى الإجمالي فالمسرح المغربي غني بتراثه، ولكن منغمس في مدارس الفن المسرحي الغربي، وشتان ما بين ما هو دخيل على المسرح المغربي وما هو أصيل في المسرح المغربي. الشباب اليوم بحكم التوجه التكنولوجي ينبهر بالأعمال التي تخضع لكل ما هو جديد، ولكن ثقافته الأصيلة الأصلية التي تنبع من ثقافة بالمفهوم الأنثروبولوجي هي فقيرة لدى الشباب، وهذه ضربة موجعة للمسرح المغربي. أتمنى كما يتمنى جل الأصدقاء الذين نشتغل في هذا المجال أن نعود بالشباب إلى الأرضية الصلبة، إلى الأصل الأصيل، ومن بعد تكون الانطلاقة، لأن الاجتهاد ليس بمحرم على فئة ومترك لأخرى، ولكن من لا أصل له لا حاضر له بل لا مستقبل له. مدخلتي في هذه الندوة كانت معنونة بالأسس السوسيو اقتصادية والعلمية للمذهب الرومانسي خلال القرنين 17 و18، باعتبار أن الندوة كان محورها هو المذاهب الفنية وتجليتها في المسرح الأوروبي وامتدادها في المسرح في الوقت الراهن. إذا بالنسبة لمدخلتي كما قلت ارتبطت بالقرنين 17 و18، حيث أن هذان القرنين تميزا بعدم الاستقرار على المستوى الاجتماعي والسياسي وكذلك على المستوى الاقتصادي، بحيث أنه كان قرنا للتمرد، تمرد الأدباء، تمرد الفنانين على القواعد القديمة في الإبداع والكتابة المسرحية تحديدا، وكذلك تمردات اجتماعية وسياسية على الأنظمة السياسية القائمة التي وسمت بالاستبداد على المستوى السياسي، وكذلك سيادة الكنيسة وسطوة الكنيسة التي كان لها سلطة على رجال السياسة ورجال الفكر وغيرها في إطار ما يسمى بالنظام الفيودالي الذي ساد أوروبا في العصور الوسطى إلى هذه المرحلة، المرحلة القرن 17 و18. وأيضا على المستوى الاقتصادي سنجد أن القرن الآخر وآخر القرن 18 والقرن الذي سيليه القرن 19 هو الثورة الصناعية الذي جاء بنمط إنتاج جديد تحددت معالمه في ظهور الآلة والتقنية والمبتكرات على المستوى الصناعي، وكذلك الرفع من الإنتاج. وعلى الصعيد الاجتماعي جاء بطبقة جديدة هي الطبقة البرجوازية، جاءت
طبيعة الحال لتحل محل الطبقة السابقة اللي هي طبقة النبلاء ورجال الدين. جاءت هذه الطبقة البرجوازية كقائدة لهذه الثورات وهذه التحولات على جميع المستويات، كما قلنا على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد السياسي، وكذلك على الصعيد الفني. إذن قلت التجليات على المستوى الرومانسية، الرومانسية كانت ابنة شرعية لهذه التحولات السياسية والاجتماعية، بحيث انه بان هذه الرومانسيه قلت كانت حركه ادبيه في البدايه، ثم انتقلت الى مجالات الفن بصفه عامه، منها الفن المسرحي وكذلك الفن التشكيلي وكذلك حتى الفن الموسيقي. جاءت لتثور على الثبات، على السكون، على التقاليد التي كانت تكبح الابداع، وهي تقاليد موروثه عن الكلاسيكيه الجديده التي هي كانت بعثا للكلاسيكيه القديمه اللي ميزت وطبعت الادب اللاتيني في عهد اليونان وكذلك في عهد الرومان وكذلك في عهد اليونان سابقا. إذن فعلى المسرح لم يعد هناك تقييد بوحدات الوحدات الثلاث على مستوى الكتابه المسرحيه، يعني الوحدات الثلاث التي حددها ارسطو، وحده الزمان والمكان وكذلك الحدث. لم يعد يستعمل او يوظف القدر الالهي في الذي يتحكم في الاحداث كما كان في السابق، وانما الاحداث في عند الرومانسيين كانت هي من صنع البشر، والبشر هو الذي هو مسؤول على افعاله وعلى تصرفاته، وبالتالي كان هناك دافع آخر الذي نحى إلى هذا المنح، وهو ظهور العقلانية مع مجموعة من الفلاسفة، فلاسفة التنوير. إذن فالمناخ العام خلال القرنين 17 و18 كان مناخا علميا، مناخا عقلانيا، ساعد على هذه التحولات التي كانت لها آثار على مستوى الإبداع المسرحي بالثورة على قواعده والمجيء والإتيان بمجموعة من القواعد التي تحرر الإبداع وتحرر الإنسان المبدع في ارتياده مجموعة من الآفاق على مستوى التخيل وعلى مستوى التأملات وعلى مستوى الرجوع إلى الذات والبحث عن الذات في الداخل، لكنها كرست فردانيات وانعزاليات هذا الإنسان، هذا الفرد خصوصا المبدع أو الإنسان يعني العادي في المجتمع، باعتبار أن الرأسمالية كما قلنا هي رأسمالية كانت ترسخ الفردانية من خلال تشجيع الإنتاج، تشجيع الحرية الفردية، الحرية السياسية وغيرها من الحريات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.